الاهتمام بكبار السن شيء مهم وعظيم، خصوصا لو كنت بتحاول انك تمنحهم الراحة والسعادة وتقنعهم كمان بانه الحياة الحقيقية بتبدأ بعد الستين، وده اللي عملته وصدقت فيه ضيفتنا النهاردة واللي سخرت كل وقتها وحياتها لخدمة كبار السن، وده اللي خلى منظمة الأمم المتحدة تختارها ضمن أكتر 50 شخصية مؤثرة في حياة كبار السن على مستوى العالم، وده طبعا بسبب الدور الكبير والمهم اللي بتقوم بيه. منورانا في الاستوديو النهاردة الأستاذة دينا حشيش مؤسسة جولدن ييرز.